بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس الثاني من دورة أدوبي أنيميت هنتعلم إزاي نتعامل مع خشبة المسرح والكواليس. احنا قلنا قبل كده إن خشبة المسرح أي حاجة هعملها فيها أو هرسمها فيها هتظهر، أي حاجة هرسمها في الكواليس مش هتظهر بالنسبة لي في الفيلم. لكن لو جينا بصينا بالنسبة لخشبة المسرح، هنشوف أول حاجة بالنسبة للأيقونات الموجودة ديت نسبة العرض 100%، يعني ديت النسبة الحقيقية اللي هتظهر بالنسبة للفيلم لما أصدره أو أعمل له ريندر أو إخراج. طيب أنا أقدر أتحكم في نسبة العرض ديت من الأرقام ديت، 50% أنا كده صغرتها، 400% أنا كبرتها جامد. طيب لو كبرتها جامد كده وعايز إن أنا أتعامل معاها أو أتحرك جواها، أنا أقدر أتعامل معاها أو أتحرك جواها عن طريق الإيه، سكرول بار اللي موجودة ديت، أقدر أتحكمها هنا بالنسبة للعرض وهنا بالنسبة للإيه، للطول أو للارتفاع. أنا ممكن طبعا حاجة تانية أتحكم فيها عن طريق اللي هي الإيه، الهاند تول اللي هي الكف ديت، أداة الكف، وأقدر إن أنا أتحكم فيها كده، ودي تبقى أي طريقة أسهل بالنسبة لنا في التحكم في خشبة المسرح. أقدر برضو عن طريق إن أنا أصغر الحجم بتاعها تاني عن طريق إن أنا أرجع لنسبة 100% زي ما أنا عايز، وأقدر عن طريق برضو الهاند تول أقدر أتحكم فيها أهوت وإيه و اظبطها واظبط المساحه مكانها بالظبط. طيب في اداه تانية اسرع ان هي اظبطها في مكانها، يعني مثلا هي موجوده هنا، انا اقدر بضغطه واحده بس عن طريق ان انا اضغط على الاداه ديت اللي هي سنتر ستيج، اللي هو يخليه لي في السنتر او في المركز، اتكى كده ده هي ايه، هيظبطها لي على طول في الايه، في المنتصف. ودي اداه جديده ما كانتش موجوده، لكن هي ادوبي اضافتها جديده عشان تحكم بالنسبه لخشبه المسرح بشكل ايه، بشكل اسرع. احنا كده اتعلمنا ان نتحكم ازاي في الحجم او بنسبه العرض بالنسبه له، وخدنا اداه الهاند تول. طيب بالنسبه برضو حاجه تانية للتكبير والتصغير، لما اكون عايز اكبر منطقه معينه، يعني مثلا انا عايز اكبر ايه الجزئيه ديت مثلا، فهاجي على طريق عن اداه الايه زوم تول، واضغط كده على المنطقه اللي انا عايزها تكبر وهتتكبر. والحته المكان اللي انا ضغطت فيه هو ده مركز التكبير. يعني ايه مركز التكبير؟ يعني هو اللي هيفضل ظاهر، الحاجات اللي هتزيد عن حجم الشاشه هتختفي، لكن ده هيفضل ايه، ظاهر، وهيفضل يكبر لحد ما يوصل نسبه 2000، وده اكبر حاجه بالنسبه للبرنامج. وبعد كده هلاقي ان الاداه ما عادش ظاهر فيها اللي هي العدسه ديت، اختفى فيها رمز الزائد. طيب لو ضغطت على الت من لوحه المفاتيح، هلاقي ان ديت ممكن ان انا ايه اصغر تاني الحاجات اللي انا عملتها دي. يعني لو عملت كده لقيت ان علامه الزائد الموجوده في العدسه اصبحت ايه، سالب، فاضغط كده ارجع اصغر تاني لحد ما اوصل للتصغير او الحجم اللي انا عايزه، وافضل معايا في التصغير لحد ما وصلنا الى 4%، ودي اصغر ايه، اصغر حاجه برضو. طيب اقدر اكبر تاني واصغر زي ما انا عايز عن طريق اداة الزوم ايه، الزوم تول. في النهاية اقدر ارجع لنفس الحجم عن طريق ان انا اضبطه على 100%، فيظبطه لي على الشكل الافتراضي اللي عاملاه شركة ادوبي. ده بالنسبة لايه، تحكم في حجم الايه، في حجم الايه المسرح. طيب هنيجي بس كده مع بعض نرسم حاجة كده علشان نكمل الدرس بتاعنا. لو جيت على الاداة ديت اللي هي ريكتانجل تول، هو اداة رسم المستطيلات، ورسمت مستطيل هنا كده، ورسمت مستطيل هنا كده في الكواليس، ورسمت مستطيل كده في المنطقة اللي ما بين الايه، بين الاتنين دي. طيب كل مستطيل من دول، المستطيل ده هيظهر كله داخل الفيلم، ده مش هيظهر منه الا الجزئية ديت بس، ده مش هيظهر خالص. طيب انا دلوقتي علشان اتحكم او اغير خصائص خشبة المسرح ايه، هاجي اختار اداة السليكشن تول او اداة التحديد ديت، واضغط عليها كده، واضغط على اي منطقة في الايه، في خشبة المسرح، هتظهر لي ايه، واكون فاتح البروبرتز، هتظهر لي الخصائص بتاع خشبة المسرح، واقدر اغير كل حاجة انا عايز. يعني كم فريم في اف بي اس، اللي هو فريم بير سكند، يعني عدد الفريمات في الثانية 24، وده ايه عدد الفريمات الافتراضي. لو عايز ازود أو اقلل اقدر اي ازود او اقلل من ايه، من هنا. طيب لو عايز اتحكم في حجم الستيج بالنسبة لكل الفيلم مثلا، عايز احدد حجمه زي ما انا عايز، ادي الويث اللي هو العرض، وادي الهايت اللي هو الارتفاع. يعني هم عاملين شكل افتراضي 550 بالنسبة للويتس، وبالنسبة للهايت ايه 400. لكن لو انا عايز اغير اقدر طبعا ايه اغير. البي اكس ده يعني بيكسل، ده وحدة الايه القياس، يعني 400 ايه 400 بيكسل، و550 بيكسل بالنسبة للايه للويتس. طب لو انا عايز اضبط حاجات اكتر من كده، هضغط على الادفانسد سيتنج واظبط زي ما انا عايز، واغير ايه كل حاجة بالشكل اللي انا عايزه. لو عايز اغير اللون الابيض بتاع الاستديو ده، هضغط على
ديت، وهيجيب لي الالوان اللي انا عايزها او كل الالوان الموجوده، وهختار اللون اللي انا عايزه واقول كده اوكي، هيغير لي الحاجات ويخلي لي خشبه المسرح بالنسبه للشكل ده. يبقى ديت اللي هي اداه البروبرتيز، هضغط زي ما قلنا بسلكشن على اي منطقه في الستيج او في الكواليس، هتظهر لي الايه اللوحه البروبرتيز او الخصائص بتاع خشبه المسرح، واقدر اعدل فيها كل اللي انا عايزه. طيب في اداه تانيه، طبعا احنا شايفين المستطيل ده نص جوه ونص بره، الاداه ديت اداه جديده اللي هي كليب كونتنت اوت سايد ذا ستيج، يبقى اظهر لي او اقطع لي الكونتنت اللي هي بره الستيج. شوف احنا شايفين ان المستطيل ده نص جوه ونص بره، لو ضغطت بالشكل ده اخفالي النص اللي بره، معلش يبقى ظاهر لي بس الحاجات اللي هتظهر لي في الفيلم، لو ضغطت عليها تاني هيظهر لي ايه الحاجات اللي موجوده بره. ونلاحظ ان هو برده اخفى الحاجات اللي موجوده في الكواليس، فلو حاطط حاجات بره خشبه المسرح مش هتظهر، يبقى هيظهر لي الحاجات اللي موجوده بس في ايه في الفيلم اللي هتظهر لي في الفيلم. طيب يبقى ديت الاداه ديت احنا عرفناها، والاداه ديت عرفناها اللي هي بتسنتر للايه الستيج، بتخليه موجود في الايه في السنتر زي ما ايه زي كده اهوت. فانا عايز ارجعه تاني للسنتر، هضغط على ديت مباشره هي رجعه لي الايه للسنتر، وديت هتظهر وتخفي الايه الحاجات اللي موجوده بره الستيج، او تخفيها او تظهرها بالضغط عليه. طيب بقى عندنا اللي هو الايه موضوع الايه المشاهد او السين. هنا لو خدنا بالنا هنا في حاجه اسمها سين 1. طيب سين 1 ده اللي هو المشهد الاولاني اللي انا حطيت فيه الحاجات اللي انا ايه اللي انا رسمتها ديت. طب لو انا عايز اضيف مشهد تاني، ببساطه هروح على قائمه انسرت، قائمه انسرت ديت عايز اضيف اي حاجه هخش على قائمه انسرت، من اسمها معناها ارفاق او اقحام، ان انا ارفق مشهد تاني او اضيف، او معناها اضافه، واجي على ايه واجي على كلمه سين، يبقى انسرت تاني اهوت، واجي على ايه واجي على سين، فايه اضاف لي مشهد تاني. شوف هنا كان الاول كان في سين 1، هنا بقى سين 2. طب لو انا عايز ارجع للمشهد الاولاني تاني، ببساطه هروح على الاداه ديت، هلاقيه جايب لي المشهد الاولاني كده، لو ضغطت عليه كده هو اللي هيظهر، ولو ضغطت تاني كده على المشهد التاني هو اللي ايه هو اللي هيظهر. يبقى ديت هقدر عن طريقها اتحكم في الايه في المشاهد. طيب يبقى عن طريق الايه الاداه ديت هتحكم بالنسبه للايه للمشاهد. طيب لو انا عايز اتحكم بالنسبه للمشاهد بشكل تاني، هروح على قائمه ويندو، وفي عندي لوحه اسمها ايه او ويندو اسمه سين. السين ده هيظهر لي كده الايه اللوحات بالشكل ده، لو عايز انا المشهد الاولاني ماشي، لو عايز المشهد الثاني ماشي. ملاحظ ان المشهد الاولاني احنا كنا راسمين فيه الايه المستطيل المستطيلين دول، ولو عايز اظهر الاجزاء الثانيه اللي كانت بره الكواليس هضغط على الايه على الاداه ديت. لو ده رحت للايه للمشهد الثاني طبعا ما فيهاش حاجه. والويندو ده طبعا اقدر اتحكم فيه في كل حاجه، اتحكم بيه في كل حاجه موجوده عندي بالنسبه للايه للمشهد. فهنا مثلا لو عايز اضيف مشهد بعد كده هتك على ده، هضيف مشهد ثالث مثلا. طيب لو عايز احذف هضغط على ده، ده بيعمل لي كوبي منه او نسخه من المشهد، وده لو عايز ايه احذفه هيقول لي متاكد انك عايز تحذفه، ايوه احذفه. يعني ايه ان انا انسخ مشهد؟ لو المشهد الاولاني ده مثلا اللي انا عملته وعايز ايه اكرره في مشهد ثاني في المشهد رقم 2، بس يعني ايه مش عايز اقعد ارسمهم ثاني من الاول، فهم جاي عامل له على الايه على دوبليكيت، او ان انت تعمله مزدوج او تنسخه تاني فينسخه لك مباشرة. فده عمل سين 1 وسين 1 كوبي، نسخة من المشهد الأولاني بالظبط فيه كل المحتويات بتاعته. فاحنا لو رحنا دلوقتي على المشهد الأولاني هنلاقي فيه الرسومات، وروحوا على المشهد التاني هنلاقي فيه نفس الرسومات. وبرضه لو رحنا عند الأداة ديت أهو هنلاقي المشهد الأولاني هو إيه النسخة بتاعته اللي هو سين 1 إيه كوبي. طبعا لو عايز أحذفه أحذفه من الإيه من الأداة ديت. ادي اللوحة تاني هنظهرها اهوت من ويندو، واضغط على سين عشان يظهر، ظهر لي سين بالشكل ده. انا اقدر اقوم جايبه هنا واحطه في الايه في الدكس ده او في الدك ده او الرصيف ده، علشان ايه لما احتاجه افتحه مباشرة. طبعا لو عايز اغير اي حاجة اضغط عليها كده مرتين، واقدر اغير الاسم زي ما انا عايزه عربي انجليزي مفيش اي مشكله بالنسبه لي، هسميه مثلا ايه اي اسم، وكده يبقى ايه تم التغيير بتاع الاسم بتاعه. لو عايز احذفه هحذفه مفيش مشكله عندي خالص. طيب يبقى ديت الايه الحاجات بالنسبه للتعامل مع موضوع المشاهد، وقلنا يبقى ديت بتاعه الايه بتاع المشاهد بالنسبه لنا. طيب
احنا الحاجات التانية ديت الأداة ديت بتاعت الايه، بتاعت الرموز. لو انا مثلا عندي الشكل ده، هتكل الاول على أداة السيليكشن تول. لو جيت على أداة السيليكشن تول ديت، وقمت جاي رايح على أداة الموديفاي وقلت له كونفرت تو سيمبل، حوله لايه، لسيمبل، فيقول ان هو سيمبل 1. هقول له ماشي، وهنعرف بعد كده ازاي ايه فايدة السيمبل ده. هاجي الايه في الايه موجود هنا السيمبل 1، يبقى ديت فيها المشاهد وديت فيها الرموز، ودي اللي بتسنتر لي خشبة المسرح، ودي اللي بتحذف لي او بتضيف لي او يعني تظهر او تخفي الحاجات اللي موجودة خارج خشبة الايه المسرح. طيب لو انا عملت الحاجات ديت وبعد كده عايز احفظ الايه الفيلم ده، هتك على قائمة فايل واتك على سيف، فسيف هيفتح لي كده. اقدر بقى هنا اغير اسم الايه الفيلم مثلا، واخليه مثلا وليكن بالشكل ده، او لو حولتها للكتابه بالايه بالعربي وكتبت مثلا ايه 4 بي بالشكل ده سيف، هتلاحظ ان شكل الفيلم هو اسم الفيلم هو. طيب لو انا عايز اضيف اي فيلم تاني هنا، برضه هيضيف لي في الايه في الرصيف ده، يبقى الرصيف ده او الشريط ده هينضاف لي فيه اسماء الايه الافلام، وده المشاهد. كل فيلم بيتكون من عدد من المشاهد، لو عايز اضيف مشاهد تانية هتنضاف هنا، لو عايز اضيف افلام تانية اتعامل مع اكتر من فيلم هينضاف ايه، هينضاف هنا. فلو عايز اضيف فيلم تاني مثلا هقول له نيو، ماشي، هيفتح لي صفحة البداية واختار اكشن سكريبت 3 واقول له ايه، واقول له اوكي، فضفه لي اهوت. لو عايز اضيف واحد تالت نفس النظام اهوت اكشن سكريبت 3 واوكي، ضاف لي فيلم ايه، فيلم تالت. اقدر اتنقل ما بينهم كده زي ما انا عايز بالشكل ده. طيب ولو عايز اطلع اي واحد منهم من مكانه كده يظهر لي في ايه، في لوحة لوحده، وتكون ايه فلاينج كده، طايرة او فلوتينج، واقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز، زي ما بتحكم في نوافذ الويندوز بالظبط، من تكبير وتصغير، عايز اعمل له ماكسمايز، كبره خالص، عايز اصغره خالص، اتحكم فيه زي ما انا عايز. طيب هو لما صغر خالص اهوت، هو موجود اهوت، لو عايز افتحه تاني. طيب لو انا عايز ارجعه هرجعه بالشكل ده لما ظهر الخط الازرق كده. طيب لو انا عايز اقفله هقفله برضو كده كده. طيب لو جيت هقفل ده برضو هيتقفل، ولما يتقفل هيجي لي صفحة البداية تاني. يبقى اي لما اقفل كل حاجة هيجي لي صفحة البداية تاني، وطبعا هختار اكشن سكريبت 3، هيبدأ لي فيلم ايه تاني. لو عايز اغير اسمه برضو من فايل هاجي عند سيف او سيف از، وعشان اغير ايه اسمه. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نتعامل مع خشب المسرح وكل الايقونات بتاع خشب المسرح. يبقى هنقول تاني نراجع باختصار، ده فيه اسماء الافلام، دي فيه اسماء المشاهد، قلنا كل فيلم فيه عدد كبير من المشاهد زي ما احنا عايزين، دي الايقونه بتاع المشاهد، دي الايقونه بتاع الرموز، دي الايقونه اللي بتسنتر لخشبه المسرح، ديت اللي بتحذف للحاجات اللي هي موجوده خارج خشبه المسرح، دي بتحكم لي في نسبه الرؤيه او نسبه العرض بالنسبه لخشبه المسرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان تتابعوا كل جديد.